أنفسهم آبار مشققة لا تطبط ماء. حصل معانا ولا لا؟ حصل. ياما حبينا ناس وجرحونا، وياما حبينا ناس وفضحونا، وياما حبينا ناس ومررونا وسقونا من كعنا، وياما حبينا ناس وتخلوا عنا. يبقى دي اسمها آبار مشققة لا تضبط ماء، يعني ما فيهاش ارتواء. لكن هو الوحيد اللي حبنا، هو الوحيد اللي حبنا. انا فاكر مرة ساعة ما اترسمت كاهن جديد سنة 76، 1976، في نفس السنة رحت اوعظ في اجتماع شباب جامعي في كنيسة، بس مش هذكر اسمها، من الكنائس الغنية جدا. الكنيسة دي في حي راقي، فالكاهن بتاعها ميل عليا وقال لي: ابونا. قلت له: نعم. قال له: الشباب اللي انت هتوعظ لهم دول كلهم غالبيتهم في الجامعة الامريكية ومدارس اجنبية، يعني ليهم مستوى عالي. فاي كاهن يجي يخدم يبعتوا له سؤال عشان يشوفوا عقليته ده متخلف ولا متقدم. فهيبعتوا لك سؤال: التلفزيون حرام ولا حلال؟ الاغاني حرام ولا حلال؟ فهيبعتوا لك السؤال ده. لو سمحت، لو جات لك الاسئله دي ما تجاوبهاش، اوعظ على طول. قلت له: حاضر. بس انا ما اقتنعتش بكلامه بيني وبين نفسي. اول ما دخلت لقيت ورقه محطوطه لي: الاغاني حرام ولا حلال؟ رحت واقف وقاري السؤال. طبعا ابونا اول ما سمع كده اتضايق. قلت: في ناس فيكم بعتلي سؤال بيقولوا للاغاني حلال ولا حرام. احنا ما عندناش في المسيحية حلال ولا حرام، لكن انا السؤال ده لازم انتوا اللي تجاوبوا عليه مش انا اللي جاوب عليه. احكي لكم قصة وانتوا اللي تجاوبوا. انا الاسبوع اللي فات بقول لهم كده، انا الاسبوع اللي فات كان عندي خدمة في اسكندرية، فرحت اركب القطر، كان فاتني القطر، ركبت عربية بجو 7 راكب. الراجل طول ما اول ما طلع وهو بيشغل اغاني، فقعدت السكة كلها اسمع اغاني وانصت كده علشان اركز بيقولوا ايه. بصيت لقيت الاغاني كلها بتتركز في حاجة واحدة: انا حبيتك وانت خليت بيا، ضربتني مقلب، اتخليت عني، جرحتني، قلت معرفوش، قلت ما شفتوش، قلت كذا. طيب تغنوا للي جرحكم ولا تغنوا للي جرح عشانكم؟ ارجوكم جاوبوني على السؤال ده. طلبت منهم ان هم اللي يجاوبوا على السؤال ده. احنا نسيب ينبوع الحي، نسيب نشيد الاناشيد، نسيب اللي فتح احضانه وتهان وتبهدل، ولا نروح ندور على كل اللي بيجرحونا؟ هو القط بيحب خناقه ولا ايه؟ عشان كده لما نقول نشيد الاناشيد. الكلمة التانية: الذي لسليمان. لو عندكم كويس انهم طلعوه، برافو، مبسوط جدا انا كده، لسه كنت هبعت اقول لهم طلعوه. الذي لسليمان، ليه الكتاب قال لسليمان؟ اصل سليمان ده اكتر واحد اختبر الدنيا وحبها، واكتر واحد اختبر مجد ربنا. اختبر الدنيا وحبها، يعني اي واحدة فيكم، اي واحد فينا مش هيقدر يتمتع بالدنيا زي ما سليمان اتمتع. قال عن نفسه: كل ما اشتهت عيني لم امنعه عنها، اكلت في صحاف من ذهب، جبت مغنيين ومغنيات، جبت الولدان. انتوا تعلموا ان سليمان اتجوز كام؟ اتجوز 1000، وكانت فترة خدمته مو حياته من ساعة ما بقى ملك لما مات 40 سنة. لو قسمتوا 1000 على 40 سنة، يعني كل 15 يوم عروسة، كل 15 يوم عروسة. وبعدين في نفس الوقت عمل كل اللي عايزه، وفي الاخر طلع كتب لنا سفر اسمه سفر باطل الاباطيل. هو اللي بنى الهيكل وشاف مجد ربنا وتمتع بالحكمة وكتب لنا سفر نشيد الاناشيد. فلما يقول لك الذي لسليمان، كأنه بيقول لكم: انا عايز اختصر لكم السكة. بنت قدامك سكتين، سكة العالم ومجده، وسكة ربنا ومجده.
انا بختصر لك الوقت، هتمشي ورا سكة العالم ومجده، مش هتتمتعي بعشر اللي انا اتمتعتك يا سليمان. وطلعت في الاخر قلت باطل، الاباطيل الكل باطل. لو اتمتعتي بسفر بحياتك مع ربنا والتمتع بالمسيح، هتطلع تتمتعي بسفر ايه؟ نشيد الاناشيد. فهمتوا ليه كتب؟ يبقى شفنا نشيد الانشاد الذي لسليمان. ندخل للآية الاولى، ليقبلني بقبلات فمه. كلمة كلمة، ليقبلني. ما هي القبلة؟ ده السؤال. لو رحنا ندرس في اللغة، لما تحبوا تعرفوا حاجة اعرفوا الضد. ما هو ضد كلمة يقبل؟ حد يعرف؟ يبصق، يعني يبوسك يتف على وشك، حاجة من الاتنين. ما دي عكس دي. كلمة يقبل يعني ياخد هوا، يشفط هوا، وده اسمه شهيق. كلمة يبصق يعني يطلع ايه؟ زفير، يطلع هوا. انتوا عارفين ان الزفير ثاني اكسيد الكربون يعني سم، والشهيق اكسجين يعني حياة. لما بتبوسي حد بتقولي له انت حياتي، لما بتبصق على حد بتقولي له انت سبب موتي، روح ابعد عني. ادي الفرق بين الاثنين. فهنا لما يجي يقولك ليقبلني يعني ليكون ايه؟ حياتي، ليكون حياتي. بس القبلات نوعيات. القبلة النوعية الأولى قبلة الأب لابنه أو لبنته في الجبهة. الأب يقبل ابنه في جبهته. ليه؟ لأن هنا المخ بيقول له أنا مبسوط بيك لأن عرفت ربيك. قبلة الابن لأبوه أو لأمه على إيده، لأن إيده، إن إيدك هي اللي وقفت معاي وسندتني. كلمة قبلة الصديق للصديق في الخد، وخد على خد يعني بيسندوا بعض. أما قبلة الفم دي بين الزوج والزوجة، يعني الاتنين يكونوا ايه؟ جسد واحد. فهنا لما تيجي تقول ليقبلني بقبلات فمه يعني يدخل معاي في شركة حياة، يبقى شريك حياتي. عارف عايز مين شريك حياتك؟ ده في مثل عندنا يقول إن أردت أن تطاع اطلب ما يستطاع، وخصوصا أنت عارفة إمكانياتك. هي إمكانياتها هنوصلها، قالت أنا سودة وشمس التجارب لوحتني، وبنو أمي يعني أهلي وقرايبي غضبوا عليا مش طايقني، وجعلوني نافورة الكروم. يعني عارفة الصفات بتاعتك اللي ما تسرش قلب، وجاي عايزة ترتبط بمين؟ مين اللي عايزة ترتبط بمين وتقول لي يقبلني بقبلات فمه؟ أنا مرة حكيت حكاية قلت الآتي. قلت في بنت سنها 45 سنة، يعني يعتبر قطر الزواج فاتها، شكلها وحش جدا جدا جدا، طباعها وأخلاقياتها رديئة، طلعة من عيلة كلها مساجين رد سجون، يعني تاريخ وحش جدا جدا، لهلاقين ياكلوا وبيسرقوا وبيعملوا كل حاجة. وفي يوم من الأيام نسمع إن فلانة اتخطبت. سألت سؤال، مين الأعمى ده اللي خطبها؟ قالوا اللي ده اللي خطبها بيقولوا عيناه تخترق أستار الظلام. يبقى ما يعرفش حاجة عنها. قال لك لا، ده عارف ماضيها بالكامل وعارف حاضرها، بس يبقى شكله وحش زيها، ما الطيور على اشكالها تقع. قالوا ده بيقولوا عنه انه ابرع جمال من بني البشر. طب وطباعه وحشة زيها؟ قالوا ده بيقول طباعه احن من طباع الام، ان نسيت الام رضيحة انا لانساكم. جاب لها ايه؟ شبكة الدبح عشانها، جاب لها دمه، مات ودفع لها الشبكة، ورايح يجهز لها الشقة، وليه 2000 سنة بيجهز الشقة عشان يجي ايه؟ ياخدها، وهي برضو شعنونة زي ما هي، سايبة مسيحها وسايبة عريسها، وبتجري ورا خرنوب الخنازير، بتجري ورا الشهوة والكذب والحلفان ومسك السيرة والإدانة.
شفتوا المراية بتاعتنا؟ شفتوا الصورة اللي احنا فيها؟ ليقبلني بقبلات فمه. خلي بالكم الآية يظهر فيها الثالوث الأقدس، لأن حبك أطيب من الخمر. لو اديت الجملة دي لمدرس لغة عربية يقول لك الجملة دي غلط. ليه؟ لأن المفروض يقول لي يقبلني بقبلات فمه لأن حبه، صح ولا لا؟ أو لتقبلني بقبلات فمك لأن حبك. لكن تاخد نص الجملة للغائب ونص الجملة للحاضر. ليقبلني مين؟ هو. لأن حبك، حبك مين؟ أنت. طب مين اللي يقبلني؟ غير المنظور. مين الغير المنظور؟ الله لم يره أحد قط. طب حبك اللي هو مين؟ المنظور، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. شوفوا الجمال. ليقبلني الآب لأن حبك أيها الابن، خلي بالكم، ليقبلني الآب لأن حبك أيها الابن أطيب منين؟ الخمر اللي هو مين؟ الروح القدس. دايما الروح القدس يشبه بالخمر. فاكرين التلاميذ لما حل عليهم الروح القدس قالوا ايه؟ قال لهم انهم سكارى، امتلأوا سلافة. بطرس قال لهم يا جماعة احنا الساعة 9 الصبح، يعني الساعة الثالثة، هنسكر منين؟ حتى شوفوا ربنا اللي ارسل روح الموعد. وفي آية تانية يقول لك لا تسكروا بالخمرة التي فيها الخلاعة بل امتلئوا بالروح. آية يظهر فيها الآب والابن والروح القدس. ليقبلني مين؟ الآب. لأن حبك مين؟ الابن، أطيب من الخمر اللي هو مين؟ الروح القدس. الآب بعت ابنه، الابن حل في وسطينا، الكلمة حل بيننا، أخذ جسدا وحل بيننا. الله لم يره لكن الابن رأناه، رأينا مجده مجدا كما لوحيد الآب. عشان كده هنا نشوف الصورة الجميلة، آية واحدة تبين لنا الثالوث الأقدس. ليقبلني عن الآب بقبلات فمه لأن حبك أيها الابن أطيب من الخمر. ما معنى كلمة أطيب؟ عايز يجيب الخمر، واخدين بالكم؟ أطيب من الخمر. إيش معنى أطيب من الخمر؟ يقول لك كل حاجة في الدنيا لما تقدم ترخص ما عدا الخمر. كل ما تقدم تتعتق، تغلى قوي. يعني يمكن من 10 سنين، يمكن اللي فيكم اراها او ما راهاش، فيه واحد كانوا بينتقدوه، شيخ من شيوخ السعودية اللي هم اصحاب الابار، اشترى ازازة ويسكي في لندن عمرها 200 سنة. عارفين اشتراها بكام؟ ب1.5 مليون دولار. ازازة ويسكي ب1.5 مليون دولار. طبعا كانوا بيقتدوه، يقول لك يشتري ازازة ويسكي وان كان عمرها 200 سنة ب1.5 مليون دولار، والمسلمين اللي هم في جنوب افريقيا مش لاقيين ياكلوا ولا مش لاقيين يشربوا، كان اداهم للغلابة والمساكين. مش موضوعنا، لكن موضوعنا الخمر كل ما تقدم تتعتق، وحب ربنا كل ما يقدم يتعتق. ليه؟ اصل حبنا احنا بيبتدي بقوة. بعد ما بنرتبط ببعض بنكتشف ضعفات بعض. لما نكتشف ضعفات بعض الحب بتاعنا يعمل ايه؟ يتلخلخ، يقل يقل يقل، لغاية ما نلعن اليوم اللي عرفنا فيه بعض او شفنا فيه بعض. لكن ربنا لما تدخل معاه في قصة حب كل يوم تشوفي جمال اكتر من اللي قبله، وتشوف حنية اكتر من اللي قبله. كل يوم تشوفيه تقوله حقيقي انت ابرع جمال من بني البشر، واليوم اللي بعده تقوله له انت ابرع جمال من يوم البشر، ويبقى لذاتنا في كل حين هو بشخصه. يعني حبه كل ما يروح يعمل ايه؟ يقدم. فلما يقدم يتعتق، لما يتعتق يبقى ايماننا يقوى. عشان كده بولس الرسول بيقول ايماننا الان اقرب مما كان حين امنا. يعني كل يوم بنزداد حب ربنا اكتر. ليقبلنا بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. بعد كده ندخل للجملة اللي بعديها، لرائحة ادهانك الطيبة.
ايه اللي رائحة ادهانك الطيبة؟ هيبتدي يتكلم عن عمل الروح القدس. الدهن دايما رمز المين؟ للروح القدس. يعني يقول له مسحت بالدهن رأسي، يبقى ده الدهن، الدهن اللي هو المسحة. طب ايه معنى لرائحة اطحانك الطيبة؟ اصل الدهن بيتعامل من حاجة اسمها ايه؟ الطيب. الطيب دي كلمة عبرية، الطيب كلمة عبرية باللغة اليونانية، ليه اسم تاني اسمه ايه؟ ميرون، اللي بتقولوا عليه ايه؟ ميرون. طب وباللغة العربية اسمه ايه؟ عنبر. عارفين العنبر؟ العرب يجيبوا الطيب ده اللي هو العنبر، بس بيتعالجوا بيه. العنبر ده بيعالج من عدة امراض. وعلى فكرة سمي في العبرية طيب عشان يطيب الانسان العيان، يعني بيفتح الشرايين، بيمنع الجلطات في الدم، بيدي للصحة وبيدي للغضاريف بتاعت الجسم قوة، يعني ليه فوائد كتيرة جدا. العنبر ده عامل زي ايه؟ او الطيب ده عامل زي عسل النحل بس غامق شوية. عسل النحل لونه ايه؟ فاتح. لكن الطيب ده لونه ايه؟ غامق، ملوش ريحة خالص، ما تشملوش ريحة. في مرة واحد عمل طيب وسافر ونسي يغطيه، لما نسي يغطيه جت دبان حط عليه. الدبان اللي تحط عليه ما تعرفش ايه؟ تطير زي العسل، لما بتنزل الدبانة ما تقدرش تطلع. مات الدبان، فلما مات عفن ونتن. لما نتن عمل بكتيريا، البكتيريا خلت الطيب عمل ايه؟ اختمر. لما اختمر الطيب طلعت له ريحة حلوة جدا جدا جدا. ما عرفوش ان الطيب ليه حلو ريحة حلوة الا لما يعملوا ايه؟ يخمروه. ده طبعا دلوقتي مش بيحطوا دبان، بيحطوا له ايه؟ خميرة. لكن مين اللي كشفها؟ الدبان. الكلام ده انا اللي بقوله؟ لا، ده الكتاب المقدس. لو فتحت سفر الجامعة اصحاح 10 تلاقي سليمان بيقول ايه؟ الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. الآية واضحة، الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. طبعا انتوا عارفين الذباب ده بيحل في الحتة اللي هي القذارة، صح ولا لا؟ اي حتة مش نظيفة الدبان بيهش عليها. قلبنا مليان قذارة، يدخل الروح القدس يحول القذارة الى رائحة المسيح الزكية الطيبة. ادي الطيب، يحول النتانة لقداسة، الناس تشتم مننا ريحة المسيح الزكية الحلوة. فاهميني ولا بتكلم؟ اوضح تاني، وحد مش فاهم يرفع لي ايده. واخدين بالكم؟ فهنا لما نيجي نقول الطيب يعني الروح القدس لرائحة ادهانك الطيبة، يعني الروح القدس يدخل في حياتنا، دخل في حياة اللي بيقتل في الناس ويقطع رقابيهم، شاول الطرسوسي، حولوا للكارز العظيم بولس الرسول اللي تشتم منه رائحة المسيح الطيبة. دخل الطيب في قذارة موسى الاسود اللي كان قطع طرق رئيس ميسر، يسرق الناس ويقتل ويذبح ويعمل، يدخل الطيب جواه يبقى البار الانبا موسى، ويتحول الى اب للرهبان. صحيح الطيب ده الروح القدس يقدر يخرج من الاكل اكلا، ويقدر يعطي من الجافي حلاوة. ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. لرائحة ادهانك الطيبة دخل لحاجة تانية، اسمك دهن مهراق. لو ما جاوبتنيش هزعل منكم، واعتبر انكم انتم مش ستات بيوت. ماشي، اسمك دهن مهراق. مين فيكم يعرف ايه هو الدهن المهراق؟ يعني لسه هتسألوا؟ طيب انا اللي هشرح، معلش مش هكسفكم. الدهن نوعين، الدهن نوعين، في دهن اسمه الدهن الجلدي، وفي دهن اسمه الدهن المهراق. ايه الدهن الجلدي؟ لما بتجيبي تذبحوا ذبيحة تطلعوا منها دهن، بتعملوا ايه؟ تقطعوه بالسكك
بالسكينة حتت وتحطوه على النار، بينزل السمنة بتاعته بس بيسيب شوائب اسمها سلة يسلي. السلة دي الشوائب. الدهن المهراج ده فصوص، يعني تمسكه في ايدك يبقى زي ايه؟ زي العجين. لما تحطه زي العجين، عجينة كده، لما تحطوه على النار ما يطلعش شوائب، يعني يسيح بيه بالكامل. فكلمة اسمك دهن مهرق يعني اسمك كامل الدسم، ما فيهش اي شوائب. احنا اسمائنا فيها شوائب كتيرة، لكن هو اسمك دهن مهرق. دهن مهرق يعني لا فيش اسم يعلو على اسمك ولا حد يبقى زيك. اسمك اللي انا خدته في المعمودية اصبح دهن مهرق، يعني كامل الدسم، يعني بلاقي فيك الشبع، ولما بلاقيش فيك الشبع مش هبص لبره، لان النفس الشبعانة تدوس العسل بتاع الخطية، لكن النفس الجعانة كل مر حلو. اسمك دهن مهراق. طلعت من المعمودية قالوا مسيحية، قالوا مسيحي، فبقيت خدت الاسم بالكامل. ابراهام لما حب ربنا يباركه اداله حرف واحد من اسمه، حرف اسمه حرف الهي، فبدل ابراهام بقى ابراهيم. وحرف الهي ده حرف اساسي في اسم الله الوهيم يهوى، حرف اساسي. لكن انتوا ما خدتوش حرف من اسم الله، انتوا خدتوا الاسم بالكامل، بقى اسمكم مسيحية. وما دام اسم ربنا اتحط عليكم مين يقدر يبص ليكم؟ ربنا يخاف على اسمه. اللهكم اله غيور، اسمك ده مهراق، لذلك احبتك العذارى. من هم العذارى؟ القديسين اللي سبقونا، القديسين لهم حق، لهم حق اللي باعوا الدنيا باللي فيها وراحوا في الجبال والبراري. صدقوني لما بنبقى رايحين رحلة لدير الانبا بولا ولا الانبا انطونيوس، بنبقى واخدين اتوبيس مكيف، ونبقى عاملين مش عارف مسابقات عشان السكة ما نتعبش فيها، ونبقى قاعدين على كراسي، وبعد ما نوصل نقول جسمنا ايه؟ اتهد، وصلنا مهدودين. طب ده اللي مشي على رجليه لغاية هنا، ايه اللي خلاه يبعد؟ طب ما تبعد عن العالم حتى 3 كيلو خلاص، 5 كيلو خلاص، ليه بتبعد ميات الكيلوات؟ لانهم احبوا ان يسكنوا في الشقوق زي الحشرات، ولكن لاجل محبتهم للملك المسيح. ويقول الكتاب ايه؟ ولم يكن العالم مستحقا لهم. ياه، زي الحشرات في نظر العالم ساكنين في بحر. واحد زي الانبابولا يقعد 90 سنة في حتة المغارة لا يرى وجه انسان، ولما يجي يموت يقول ومعه فوق الارض لا اريد شيئا. صورة جميلة جدا. لذلك احبتك العذارى. كان في ترنيمة زمان نقولها يمكن كبار السن يفتكروها في الاربعينات والخمسينات، كان يقول ان كنت في شك سلم جربوه من المؤمنين ومن عملوه، تراهم بحب قد اكرموه وفوق الرؤوس قد وضعوه. ان كنت بتشك شوف اللي جربوه قبلينا. لا نروح بعيد ليه؟ داود يقول كنت فتى والان شخت، لم ارى ما شفتش بعناية صديقا تخلي عنه ولا ذرية تلتمس له خبز. قريت قصة عن واحدة ست خلفت بنت واتجوزت ومات جوزها، كرست حياتها لربنا. كان سنها لما مات جوزها 21 سنة، كرست حياتها وهي على فراش الموت 84 سنة. فحفيتها بيقول لها يا تيتا، قالت له نعم يا حبيبي. قال لها بعد ما عشت حياتك كلها دي للمسيح، لو مت وربنا وداك النار مش تبقي خسرتي؟ ما تمتعتش لا بدنيا ولا باخره. قالت له يا حبيبي لو ربنا وداني النار ابقى خسرت، بس هو يبقى خسر اكتر مني، لان قال وما نفذ، واستحاله ان ربنا يقول وما ينفذ. دي ثقتنا في الله، دي ثقتنا في الله اللي تخلينا ما نضيعش اي وقت. الوقت مقصر يا احبائي، بلاش من الكسل، وما شغلناش بامور تافهه
زعلانة مع فلانة، لازم نوقفها عند حدها، لازم فلان نعمل كذا، لازم اجيب كذا، لازم حق من كذا. حق ايه وبطل ايه؟ ما اصحاب الحق سابوه وماشوا ومشي، واحنا هنسيبه ونمشي. دور على ابديتك. عجبني واحد وعظ، وقف يوعظ، جاب حبل، حبل طويل طوله بتاع 10 متر وفي 10 سنتي لونهم احمر، مسك الخط الاحمر قال عارفين الحبل ده؟ ده عمركم. الخط الاحمر ده حياتكم على الارض، والباقي الابدية. كل اللي همك حياتك على الارض، وابديتك ما بتسألش عنها. الابدية ما بتسألش هكون فين ولا رايح فين ولا هكون مع مين. كده يا احبائي، عشان كده بتقول له لذلك احبتك العذارى. بعد ما شفنا الجمال ده كله، ما هو المطلوب؟ اجذبني. الله، اجذبني. ليه بتقول له اجذبني؟ شدني. اشدك ازاي؟ اصلا انا مش عارفه مصلحه نفسي، وبسلم لك بارادتك، بارادتي اسلم لك حياتي، وبقول لك شدني غصب عني. اجذبني وراءك، شدني وراك. وهو قال وانا حينما ارتفع اجذب الي الجميع. والجاذبية دي عبارة عن ايه؟ مغناطيس. مغناطيس. اجذبني وراءك، بس مش فاجري، لا فنجري. يعني ايه؟ يعني مادام شدتني اجيب اللي معاي. المسيحية ما فيهاش أنانية. الواحدة اللي تقول كل اللي يهمني خلاص نفسي، دي خطية. ما فيش آية في الكتاب المقدس بتقول خلاص نفسي، صدقوني. لكن في آية بتقول نايلين غاية إيمانكم إيه؟ خلاص نفوسكم. اجذبني وراءك فنجري. المسيح علمنا مش الانفرادية. يعني مثلا أدين هنا واقفين نقول أبانا الذي في السماوات، صح؟ طب إيه رأيك لو دخلت الأوضة وقفلت على نفسك الباب، هتقولي أبي الذي في السماوات؟ لا، هتقولي أبانا. مين معاك؟ أنا لوحدي. طب ليه بتقول أبانا؟ لأن أنا عضو في الجسد كله، أنا بقول نيابة عن الجسد. ما بيقولوش لا تدخلني في تجربة، لكن لا تدخلنا في تجربة. ما بيقولوش نجينا من الشرير، نجيني من الشرير، لكن بيقول لكن نجينا من الشرير. يبقى احنا حتى الصلوات الربانية اللي بنصليها لوحدنا ولا جماعة بنتكلم بلغة ايه؟ لغة الجم. اجذبني وراءك فنجري. شد واحدة اسمها السامرية، اول ما شدها عملت ايه؟ لا استنوا استنوا، دخلت فصل اعداد خادمات وقالت لهم علموني الخدمة عشان اطلع اخدم واجيب اهل السامرة. حصل؟ لا طبعا. جريت وقالت لهم تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. اللي يدوق ربنا لازم يدوق للناس، اللي يجري على ربنا لازم يخلي الناس يجوا معاه. اجذبني وراءك فنجري. واحد كان قاعد على الجباية اسمه لاوي اللي هو متى، المسيح بصله وقال له اتبعني، ترك كل شيء وعمل ايه؟ وتابعه. انا متصور لمتى بيسأل يسوع، بيقول له اشمعنى انا؟ ليه قلت لي اتبعني؟ قال له بحبك. بس انا عشار، ما انا بحب العشارين. بجد؟ اه. طب ايه رأيك تتعشى عندي يا رب الليلة دي؟ يقول لك في اخر الاصحاح وصنع لاوي ليسوع ضيافة كبيرة وكان البيت مملوء بالعشرين. زي ما يقول العشرين كتار، مادام بتحب نعشر اجيب لك كل العشرين، الخطاه اجيب لك كل الخطاه. دي الخدمة الحقيقية. البنت ما يجيبهاش لربنا غير بنت زيها، والست ما يجيبهاش لربنا غير ست زيها، الحرامي ما يجيبوش لربنا غير واحد كان حرامي وتاب، والسكير ما يجيبوش لربنا غير واحد كان سكير وتاب. عشان كده دي الخدمة. الخدمة مطلوبة مننا جميعا، والكنيسة علمتنا كده. مش كلكم بتتناولوا في القداس؟ طب مش قبل ما بتتناولوا ربنا بيشهد عليكم على لسان ابونا؟ مش فيه تعهد بتقولوه قبل ما تتناولوا؟
أبونا يقول لكم في كل مرة، في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تعملوا إيه؟ أسمعها تاني، تبشرون. وانت بسلامتك تغمض عينك وترفع ايديك امين 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 بموتك يا رب نبشر، وتطلع لا نبشر ولا نعشر. اه بابا غام بيردد كلام ملوش معنى. ينفع؟ طلعت من القداس افتكرت بموتك يا رب نبشر، وقلت لحد بقى تعالى الكنيسة من جيرانك ولا من قرايبك ولا من اخواتك ولا من اولادك، مش احنا محبة تقتضينا ان نقول للناس تعالوا؟ اوعى تفتكروا ان الكاهن في ايده عصاية سحرية هو اللي هيجيب الناس، لا، البشارة الحقيقية مننا احنا كلنا. والمسيح يسوع حب يقول التبشير في مثل يمكن كلكم حافظينه، يقول لك يشبه ملكوت السماوات خميرة واحدة حطتها في ثلاث مكاييل. عارفين المثل ده ولا لا؟ ايه معنى كلمة خميرة واحدة حطتها في ثلاث مكاييل فاختمر الجميع؟ يعني واحدة ست جابت مجور حطت فيه عجينة، وحطت في العجينة حتة ايه؟ خميرة. العجين كله ايه؟ اختمر. جابت مجور تاني وخدت حتة عجينة من العجين اللي اختمر وحطته فيه، قال لها انتوا الدنيا فين؟ حطك انا عجين مختمر مش خمير، اصل ما دام اختمرت يبقى بقيت خمير. حطت من الاولاني في الثاني، الثاني اختمر، حطت من الثاني في الثالث، الثالث اختمر، فاختمر العجين كله. كل واحد يدوق ربنا يدوق للناس، اللي ما يدوقش ربنا للناس يثق ثقه كامله انه لسه ما دوقوش لغايه النهارده. ما قالش ربنا انا دوقتك، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ادخلني الملك الى حجاله جميله، اجذبني وراءك فنجري. نجري ندخل الى ايه؟ حجاله. ايه هو حجاله؟ اوضه النوم. اوضه النوم باللغه الراقيه غرفه اسراره. انتوا عندكم شقه، لما يقولكم ضيف بتدخلوه اوضه النوم؟ لا، في حاجه اسمها اوضه المسافرين او اوضه الجلوس او الصالون، واخدين اللي بالكم؟ ده اللي بنستقبل فيه الضيوف. لكن مين اللي يدخل اوضه النوم بتاعتي؟ ولادي، صح ولا لا؟ الابن والابنه يقدروا يدخلوا اوضه النوم بتاعت ابوهم وامهم. فكلمه ادخلني الملك الى حجاله يعني دخلني الى اسراره، دخلني للاسرار بتاعته، خلاني اتولدت ولاده تانيه بالمعموديه، وثبتني بالميرون، وغفر لي بالتوبه، وشبعني بالمناوله، وشفاني بمسحه المرضى، وقدس الرباط بالزواج، وارشدني بالكهنوت. كل ده حجاله. ادخلني الملك الى حجاله، واخدين اللي بالكم؟ وبعد ما قالت ادخلني الى الملك الى حجاله، لما دخلت طلعت تقول ايه؟ نبتهج ونفرح بيك. نبتهج، تبتهج روحي بالله مخلصي، ونفرح فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. نبتهج بالتسبيح زي ما العذراء سبحت، ونفرح لما نعيش القيامة، رأينا الرب في قيامة. وبعدين تختم كلامها نذكر حبك أكتر من الخمر. نذكر حبك لأن حبك يا رب كلمة أكتر من الخمر، لأن حبك من زمان عتيق. اقول لكم كلمة بس ما تزعلوش مني، من ساعة ما اتولدت لغاية النهاردة في واحدة فيكم ترفع تقول لي بيت ليلة من غير عشاء؟ ما كلتش في ليلة؟ ايوة بتضيق وبتفك، لكن هل اعوذنا لشيء؟ ما اعوذناش. طب ما تذكروا الحب ده، اللي ستر اللي فات مش هيستر اللي جاي. ليه شايله طاجن ستك والاسعار غليت، وشوفوا الزيت بقى بكام، وشوفوا مش عارف الرز بقى بكام، والناس هتاكل بعضيها، واحنا كدابين، احنا بنحاول نعمل رجيم من كتر الاكل مش عارفين. صدقوني، لكن اهو لازم نعمل كده. يا جماعه تغلى الاسعار، ترتفع، يحصل اللي يحصل، انا عينكم عليه، هل اعوزتكم لشيء؟ بس ما يقدرش. اللي بيعيلوا الطيور مش هيعنا، اللي بيعول الحيوانات مش هيعنا. هو لا ابو الطيور ولا ابو الحيوانات، هو ابوكم. وفي الاخر تختم بجملة وتقول له ايه؟
بالحق يحبونك. ايه كلمة بالحق؟ يعني ليهم حق يحبوك وانا هحبك. ونتقابل المرة الجاية بالموضوع التاني، له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين. يعني المرة الجاية هنبتدي، ياريت تفكروني المسؤولين، اصحاح 1 آية 5.